أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: حملة للعمرة آتية من فرنسا وتصل إلى جدة ثم تنتقل إلى المدينة، ومن ثم يذهبون إلى مكة لأداء مناسك العمرة، أين يكون مكان إحرامهم؟ من ميقات المدينة، من ميقات المدينة من ذي الحليفة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.